احنا كده عرفنا مشاهداتي العزيزات الالوان، عرفنا الموديلات اللي انت تلبسيها او تختاريها وانت رايحه الجامعه. الطرحه بقى، ايوه عملتيلي كده. مين يعني تروح كده؟ تروح الجامعه دلوقتي. احنا كنا عملنا حلقه قريبا وكانوا قالوا، وكانت عجباني قوي فكره الطرحه الجينز حلوه والطرحه الليكرا وكذا. طيب الالوان ايه بتاعه الطرح اللي نازله؟ انا فين الطرح؟ موضه والخامه ايه؟ اعتقد ان احنا كان معانا، هم بيقولوا لي على السماعه ان احنا معانا طرح هيجيبوها لنا واحنا بنتكلم، صح كده؟ اه طيب احنا نجيبهم. احنا هم متعودين خلاص، الستات الحلوه اللي بيتفرجوا علينا اتعودوا عليها، بقوم يعني مليار مره. طيب دي ليكرا، دي اه ليكرا زي اللي انا لابساها. طيب يبقى لو انت مثلا لابسه حاجه بيضة اه بالظبط، او حاجه سودة ممكن تمشي اسود. اه طبعا. طيب بيج تمشي بيتي. بالظبط تمشي بيتي. تمشي طبعا. طيب ادي واحده. اللون ده اسمه ايه؟ ده تركواز. خدي بقى اتفضلي قولي لي بقى كده، اتفضلي عشان اشرحي كده كل لون ولون من اللي عندك دول يليقوا على ايه. بصي انا الالوان دي بحبها عشان بحس ان انا لما بحتار اي لون فيهم هيليق. يعني بصي الجنزاري اللي هو الغامق ده قوي، البطيخي ده شويه، الزيتي، الكافيه اللي انا لابساه، والنبيتي، وده الالوان دي اي حاجه هنا هتليق عليهم، اي اوتفيت هيليق. ايوه يعني مثلا انت ده اسمه بترولي صح كده؟ اه بترولي. طب البترولي ده يليق على ابيض طبعا، اسود اسود، جراي صح. هو بصي حسب الاوتفيت وانتي لابساه هتطلعي الخمس طرح دول او ست طرح دول. طب اتفضلي بقى عشان الكاميرا كده تجيبهم. وطبعا غير الابيض والاسود. اه طبعا الابيض واسود دولت يعني بيزك دول ما عندنا. بنتكلم احنا بنتكلم في الوان ثانيه مختلفه عشان الكاميرا بس تجيبهم كده. هي دي الالوان اللي تبقى دول مع الخمس طرح مع اللي انا لابساه طبعا، لان الكافيه ده انا لما بحتار يعني بصي الكافيه انا ما بشوفش اي حاجه فيها كافيه. واخده بالك؟ فده معناه انت محتاره لما لبستي كافيه. طيب عملت ايه بقى؟ هو الكافيه اللي هتليق. طب انا رحت لابساها. انا بس عايزين نجيب الكاميرا على الطرح دي. دول مشاهداتي عزيزات كده الخمس الوان مع اللي مروه لابساه، مع الكافيه، مع الابيض والاسود. ادي 1 2 3 4 ثانيه، ابيض واسود، ابيض واسود وبيتي وكافيه. بالظبط 8 طرح، 8 الوان بالظبط. هم دول يبقوا عندنا في الدولاب بيزكس اي حاجه هيليق. اوكي تمام. طيب بتنصحي البنوته المحجبه بايه وهي رايحه الجامعه؟ مش الرفيعه او المليانه يعني اي حد عامه. بصي الحاجات دي كلها يعني حاجات ريدي تو وير، يعني حاجات سهله. انا رايحه الجامعه فمش هفضل بقى افكر هلبس ايه، فهروح عامله ايه؟ اي بنطلون واسع على تي شيرت قطن زي ما وريتك، على جاكيت جينز كات وهنزل، يا اما سكيرت مثلا وبرده جواها تي شيرت جاكيت جينز او شيميز بقى زي ما قلت لك، فاهمه؟ الحاجات دي كلها حاجات ريدي تو وير، حاجات سهله هلبس وانزل على طول. فانا من رايي هو يعني على طول تخلي عندها سكيرتس بقى ساده الوان، بنطلونات ساده مخططه مشجره، يعني هي تغير بقى بس في نفس الستايل ده عشان هو ده لبس الجامعه. دلوقتي